بسرعة. أوه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر وبندرت مقطع جديد. في هذا الفيديو راح نلعب لعبة هلو نيبر. طبعا هذا التحديث نزل له فترة، حتى ذحين في تحديث جديد نزل قبل يوم أو يومين، لكن راح أجرب هذا التحديث. للآن ما أدري عنه أي حاجة. إذا كان حبيتم إني أجرب التحديث الجديد أكتبوا لي في الكومنت. شكرا شباب على دعمكم الرهيب للمقطع اللي قبل عن اللعبة. هذه المقدمة طبعا، ودحين ما أدري أسوي سكيب للمقدمة ولا تكونوا معايا. خلاص خلونا نشوف بس. طيب أول حاجة يقول get inside، أدخل هذا. أوكي مقفل. The key is under the stone beneath. هنا. أوكي طيب. بسم الله الرحمن. ايش ذا؟ الغراب اخذ المفتاح. ارميه. هاي ما تعرف ترميه يا ولد. يس. فين المفتاح؟ طاح هنا. فين المفتاح يا عيال؟ اوكي مره ثانيه قفلت اللعبه ورجعت. يلا هذا المفتاح. هنا نفتح الباب بس هذه باقي. طيب يعني هو شكله مع كل تحديث هل يكون مثلا واحد ثاني يبغى يكشف الجار ولا ايش بالضبط؟ لانه في التحديث الاول دفن الجار متنا خلاص. طيب اوكي ذحين نفتح ذي. اوكي حلو. يلا يا سلام البيت الجديد. طيب يلا بسرعة. نعم هذا ولا ايش صار؟ ايش؟ Oh my god. Oh my god. اخذ المفتاح. ايش؟ في بطاقة وداخل مدري ايه. طيب. ايش ذا؟ بسم الله. وربي تحمست. هذا البيت حقنا يعني. هو ذحين اجى فيه وخطفني كذا رجالة، طلعني كذا سلامات. هولد شيفت ران. يلا اوكي. طيب ايش ذي الموسيقى كذا؟ مدري ايش غريبة. قول كذا. اوكي هذا هو الباب. هذا هو الباب شباب الا لازم نفتحه. اوكي ايش؟ شباب ما فهمت. ايش ذا؟ ما فهمت. دايم بس والله فخمة. طيب يعني نهرب ذحين ولا كيف؟ ولد. اسبن هنا. يهو ايش ذا؟ يلا مرة أخرى نحاول الزبنة. هنا بسرعة. أوكي حلو. هذا مو وقتك هنا مدري ايش. كيف حاله؟ دخل عندي بالدولة. طيب دحين احنا في البيت شباب لازم نستكشف. بسم الله يا اخ والله يفجع مره كذا مسرع تحسه. عفوا العيب. اوكي الزبنه دحين يجي يدخل في وجهي ولا ما؟ لا
ما يشوفني انا شو كيف. طيب دقيقة شوف، اخذ المكنسة هذه وجلد امه دحين. انزل لي هنا 1 في 1 اوفر واتش. واو هو انفجع مني. يا الله اسبي لا ما ادري ايش في حاجه صارت. طيب الى نوم اللعبه الجلتشات. طيب شباب عدت اللعبه لكن هذه المره سويت اني اسوي سكيب للقصه فرسبني هنا. طيب يعني انه خلاص بعد ما بسم الله الرحمن. هاي ايش ذا يا اخي اعطاني فرصه. لازم هدفنا ان نفتح الباب. الباب يحتاج بطاقه ويحتاج انه حق المسامير هذا عشان نفك الخشب. طيب هذا الباب ايش فيه؟ في قهوه وايش؟ وهذا الباب مقفل يعني ما في الا طريق واحد. الطريق هو من في المكان اللي هو فيه. واه اهرب 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 يوه سريع والله بزياده. هذه المره راح هذيك الجهه. حلو حلو حلو. طيب احنا نبغى ندخل هنا. هنا في باب. ايش هذا؟ اوه المطبخ. قفل الباب. حلو حلو. طيب نستكشف. جزمه هنا. سريع سريع. اوه ايش هذه فائدتها؟ خذها خذها. طيب ثلاجة في اكل يا حلو، موز وحليب خبز. وات ايش ذا يسوي هنا؟ هذا الجار اتوقع انه عنده مشكلة. في مشكلة يا شنب. اوكي هذا الباب ايش فيه؟ هذا الله يكرمكم الحمام. طبعا هنا اللمبات زي ما انتم شايفين قفل. ايش ذا سمعت صوت الله يستر بس لين ننفضح. يعني الخطة كالتالي، راح يجي اهبد ابوب هذا حتى يرقد. هذا هو الباب يحتاج بطاقة ويحتاج دم. اوه معانا الاغراض. معانا الاغراض صح. اوه نقدر نفتح هذا الباب. قفل 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 بسرعة ليه عرفنا. اوكي ايش في هنا؟ في وحدة ثانية وفيها يا جماعة هذا حق الباب، حق الباب اقدر افتح الباب. اوكي هذا اخذها معاي ولا ما يحتاج؟ ارجوك لا تكون هنا. بسرعة بسرعة بسرعة. طيب يعني ذحين احتاج بطاقة بس. اهرب 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 اهرب. يبغالي فترة افكر والله ما ادري ايش. جسمي يقشعر. يا جماعة تصدقون هنا احتاج هذه الثانية عشان هنا افتح ذا. ما ادري ايش الباب هذا فيه. اوكي يعني نرجع ناخذها بس الله يستر والله مخاطر. واو ارجوك ارجوك لا لا بسرعه بسرعه بسرعه. خذ هذه خذها. هذا سلم. ايش اللي يفتح؟ مسمار هذا. دقيقه هذا يفتح صح؟ والله يفتح. طيب دقيقة أبغى أعرف إيش هنا. أبغى أعرف إيش هنا فيه. أفتح حلو. شبكن إيش ذا؟ أسمع صوت. أسمع صوت. أهرب. الغرفة أو السلم لا أعلم أيهم الأهم أو نبدأ فيه يعني. شكلها نبدأ فيه. واو برايا. اوكي على طول روح 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 بسرعه. اوكي ثقيل مره. يلا اطلع. طيب ايش هنا اصلا؟ هنا نضبط عربسات مدري ايش. اوه اسمع اصوات. هذه البطاقه يا جماعة ايش ذا؟ هل انا خبرة لذي الدرجة يعني حللت اللغز؟ دقيقة دقيقة. انزل كذا على طول. خذها. طيب.
هذا الباب مقفل، تسمعون نايم. خلنا ناخذ كرة السلة ونرميها. ايوه اوكي ما اموت صح لو نقصت مني. طيب هاي يا جماعة، ورب اني ذكي، ذكاء. بسرعة. اوه ايش ذا، ايش اللي صار؟ خيال فيه، ايش ذا، ايش هذه الغرفة النفسية، ايش ذا؟ بسم الله الرحمن، افتح. انتهت؟ حماس وربي، تتوقعون التحديث اللي بعده فيه تكملة لهذا الشيء ولا لا؟ اوكي طيب بس شباب، هنا وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى انكم استمتعتم. اذا كنت تبغون اكمل اكتبوا لي في الكومنت واعطوني لايك، خلونا نوصل، ما ادري بس انتم وصلوا لي كذا، ابهروني باللايكات. لا تنسوا تقيمون المقطع وتعطوني لايك، ونشوفكم على خير في امان الله. والله حلوة طلعت، أحس إنها بيضة اللعبة.